بين صانع اللعب و بناخد رميه حره او الحكم اللقاء بيدي اشاره باستمرار اللعب. نوجولو كينتن نوجولو نزل في الباك الشمال. شفناش الاخوان نيوكاس في هذا اللقاء احتفظ بيهم على دكه البدلاء المدير الفني لمنتخب الكونغو. مجهود كبير بوزل بالامس في لقاء الجزائر في المباراه الترتيبيه. رجع انجولا يلعب دفاع متقدم مره ثانيه على منطقه 9 متر خط المنقط ده طبعا منطقه 9 متر من الخطوط الاساسيه في ملعب كره اليد والدايره منطقه 6 متر الملونه باللون الاورنج بينهم بيبقى موجود علامه رميه 7 امتار خط 7 متر قف دقيقتين يحصل عليه مدافع انجولا. نزل موفومبي لاعب الدايره الكونغوري بينزله في نقص العدد للمنافس استغل تحركاته المميزه على مركز الدايره. موفومبي كان حديث وسائل الاعلام في بطوله العالم الاخيره هنا في مصر بيربط مع تشيتومبي. موفومبي يعدي ولكن مس باص من تشيتومبي قفلوا على موفومبي حب يلعب ليه الباك اليمين ولكن بيخطفوا الكرة لعيبه انجولا بيعملوا هجوم خاطف ولكن تشيمانجا كارل تشيمانجا حارس المرمى بيشيل كرة الجناح الشمال سوسا عايز يعدي ويعدي ولكن بيشيل هو كمان جوفيا حارس المرمى الانجولي سرع يعني تسرع في انهاء الهجمه اللي فاتت سوسا. موفومبي عايز يعدي بيعدي موفومبي ياه على الكرة اللي فاتت دي ويحرز الهدف موفومبي. اول مره نشوفه كده يعدي في موقف واحد على واحد ويحرز الهدف العملاق الكونغولي. لكن يعني الراجل عنده هاندبول كبير قوي وعنده مهاره في التحرك ورشاقه في التحرك في مركز الدايره. وشفنا الكره اللي فاتت يعني بالاصرار كده عدى وبالمهاره لكن من وجهه نظر الاصرار قبل المهاره يعني راح وخلاص انا خدت القرار هعدي الثقه وعدى واحرز الهدف. موفومبي مجهود كبير جدا من موفومبي لاعب الدايره الكونغولي 23 17 للكونغو. المنتخبين لعبوا بعض طبعا في الدور الاول دور المجموعات تفوق انجولا بنتيجه 31 32 31 ودي كره عند موفومبي ولكن المره دي التركيز مش موجود في انهاء الهجمه من موفومبي على الدايره لكن استلم كويس اتكلم معاه توزولانا اطلب منه طبعا التركيز في انهاء الهجمه على المرمى الانجولي. سيبو بقول لحضراتكم في دور المجموعات فازت انجولا 32-31 وفي بطولة العالم الأخيرة المنتخبين تواجهوا في كأس الرئيس ونجح الكونغو في الفوز بنتيجة 32-31 دول آخر مواجهتين بين لكن في الإجمالي يعني آخر خمس مواجهات نجحت أنجولا في الفوز في أربع مواجهات. ودي تصويبة من الباك اليمين بستانا لمنتخب أنجولا لكن بيشيل حارس المرمى المتألق كارل تشيمينجا. يدي الأفضلية للهجوم الكونغولي اللي بيبتدي هجوم جديد. تشيتومبي عايز يعدي يقف قدام المدافع الأنجولي عايزين ياخدوا كده الكورة ويستخلصوها بدون أي أخطاء ولكن رمية حرة لمنتخب الكونغو اللي احرز قبل هذا اللقاء 178 هدف من خمس مباريات. ودي كره على الدايره حلوه قوي من تشيتومبي لموفومبي ولكن حارس المرمى جوفيا يتصدى. جوفيا كوستوديو حارس انجولا في الكره اللي فاتت لكن ثنائي متفاهم جدا صانع اللعب تشيتومبي ولاعب الدايره موفومبي باله حلو قوي. تشيتومبي مميز في اللعب مع لاعب الدايره ومميز في اللعب الفردي ومميز في صناعه اللعب لزمايله مميز جدا بصراحه.
يعني شيتومبي من اللاعبين اللي لفتوا الانظار في هذه البطوله لمتابعي بطوله افريقيا لكره اليد، متابعها مع حضراتكم طبعا عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس. المباراه النهائيه طبعا ان شاء الله غدا، منتخبنا القومي مع منتخب كاب فيردي، مفاجاه هذه البطوله منتخب كاب فيردي الصعود للنهائي، المباراه النهائيه. نتمنى التوفيق لمنتخبنا القومي ان شاء الله والحصول على اللقب الثامن، 7 ألقاب في حوزه منتخبنا القومي. تشيتومبي يطلع له الجناح اليمين، لكن يا سلام على الخداع من تشيتومبي. انا من وجهه نظري الفنيه من افضل لاعبي هذه البطوله تشيتومبي، يعني لو كان منتخب الكونغو نجح في العبور للدور نصف النهائي. طبعا تلقوا خساره من منتخب تونس في ربع النهائي، وبيعدي حلوه قوي بالمهاره الفرديه مويامبو. الباك اليمين منتخب انجولا لما بيلعب دفاع متقدم بيفتح المساحات للهجوم الكونغولي. كانوا بداوا الشوط الثاني دفعوا 6-0، طريقه 6-0 اللي بيدافع بيها قدام حضراتكم منتخب الكونغو بيكون يعني بتنعدم فيها المساحات، بيكون صعب فيها الاختراقات عكس ما المنافس يلعب عليك دفاع متقدم. ادي كوره حلوه قوي كده بيسرق الدفاع، وفي لحظه كده من السرحان الدفاع الكونغولي حب يعمل هاي بريس كده وضغط عالي كينتان نجولو على المهاجم الانجولي، لكن يجري من وراه يستغل المساحه اللي خلف المدافع ومررها له على طول ويحرز الهدف. بيصطلح منتخب الكونغو صاحب الثامن موفومبي يطلع من على الدايره دول مراكز تصويبه قويه يا من ايفاريز مويمبو منتصف المرمى، لكن الكرة قوية قوي، تسويبة قوية جدا قلنا حضرتك في منتصف المرمى، ولكن تسكن الشباك الانجولية. جوفيا كوستوديو حارس المرمى ما قدرش يعملها اي حاجة. باولو تمرير لمنتخب انجولا، سيبو اللي راح في مركز صانع اللعب يطلع تيكا من على الدايرة. باولو عايز يعدي من العمق، لكن الدفاعات قوية من الكونغو. بقول لحضراتكم دفاع 6-0 من منتخب الكونغو، الطريقة الأصعب في الاختراق طبعا من الدفاعات في طرق الدفاع في كرة اليد. كل مدرب طبعا ليه طريقة معينة في طريقة الدفاع. موجود طبعا 6-0، موجود 5-1 مفتوح و5-1 مقفول، 3-3 مدارس كبيرة قوي طبعا في كرة اليد، ولكن المتألق تشيتومبي يحرز الهدف. عجبني جدا تشيتومبي الصراحة، يعني في مستواه في هذه البطولة مقدم مستويات كبيرة قوي في جميع اللقاءات، بداية من لقاءات الدور الأول ثم دور الربع النهائي ومباراة المباراة الترتيبية بالأمس أمام منتخب الجزائر، مباراة اليوم. مستوى متميز من تشيتومبي. سيبو باولو يطلع الجناح الشمال يعمل مساندة يمرر للباك اليمين اللي بيحرز الهدف بستانا، جام الباك اليمين كده صوب من الباك الشمال. اعتقد في تعليمات اللاعب كده من الهجوم الانجولي من عند مركز 2 في الدفاع الكونغولي، بدأوا يجدوا ضلتهم في الدفاع الكونغولي في مركز 2، يروح يلعب طبعا من عند نقطة الضعف في مركز 2 الدفاع الكونغولي. لكن انجولا ترجع مرة تانية لطريقة الدفاع 6-0، لكن يرجعوا مرة تانية قبله من على 9 متر، بيغيروا في طريقة الدفاع لتصويبة ضعيفة من نجولو، شيلها جوفيا تروح هجوم خاطف لانجولا، لكن الارتداد الدفاعي سريع من لاعبة الكونغو يمنعه
منتخب انغولا من الهجوم الخاطف. جابرييل تيكا ارتداد سريع لجميع الخطوط في الدفاع الكونغولي. مهم طبعا الارتداد السريع في الدفاعات في كرة اليد، يمنع المنافس من استغلال الهجوم الخاطف. مانوتشو بستانا لمانوتشو بمراره الكرة كده بطريقة سريعة جدا ما بين لعيبة الخط الخلفي، وطلع لهم مانوتشو من الجناح الشمال ولكن يصوب في القائم. تيشيتومبي عايز يسرع اللعب كده، تيشيتومبي لكن راحت له متأخر، كان بيدور على موفومبي يعمل له حجز كده، موفومبي يطلع له يعمل له سكرين وحجز خارج منطقة 9 متر، لكن بيرجع مرة تانية على الدايرة. كورنيل إيانجا اللي نزل في الباك اليمين بيعدي يلعب لموفومبي، بتروح له بالصدفة كده ولكن ما يفوتش الفرصة، يحرز الهدف العملاق الكونغولي موفومبي. لو حضراتكم في الإعادة خبطت في جابرييل تيكا المدافع الأنغولي لكن بتروح لموفومبي ويحرز الهدف. مميز على الدايرة موفومبي. 27-20 منتخب الكونغو بيوسع الفارق لسبع أهداف. هل يقترب منتخب الكونغو من تحقيق المركز السابع؟ منتخب الكونغو اللي بيمتلك ميدالية برونزية وميدالية فضية من مشاركاته ال 12 في بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال، دي مشاركة رقم 13 من منتخب الكونغو الديمقراطية. أنغولا طبعا بتمتلك ثلاث ميداليات برونزية، يغيب عنهم طبعا هيبو دينامو بوخارست الروماني، أبرز الغيابات الموجودة في منتخب أنغولا. موجود طبعا برا على دكة البدلاء إدفالدو فيريرا مورينو، مشاركش في هذا اللقاء وهو طبعا من مفاتيح اللعب المهمة قوي في منتخب أنغولا، أحرز 22 هدف في خمس لقاءات لكن بيحتفظ بيه كده على دكة البدلاء في هذا اللقاء المدير الفني. عايز يعدي لكن بيعمل خطأ في الهجوم، نجولو المهاجم الكونغولي تروح كرة في حوزة أنغولا، عايزين يسرعوا اللعب، سيبو يروح على النص يطلع يقابله لكن بيصوب سيبو حلوة قوي في الزاوية العكسية، هو خلاص اخذ الكرة وراح عمل الارتقاء وفكر في الحل الفردي مظبوط، مفيش اي مقابلة من الدفاعات الكونغولية، يحرز الهدف في الزاوية اليمنى الارضية لحارس منتخب الكونغو، يحرز الهدف. هل يستعين المدير الفني لانجولا جوزيه بيريرا ب إدفالدو فيريرا مورينو، كان لعب فترة كده في نادي سموحة السكندري. إدفالدو لاعب انتر كلوب الانجولي حتى الان بيلعب في انتر كلوب، وادي هجف من توزولانا لمنتخب الكونغو، يعدي بالمهارة ويحرز الهدف. تحرك نموذجي من لاعب الدايرة موفومبي، عارف منتخب انغولا مصممين على اللعب بالدفاع المتقدم بيكلفهم كتير طبعا، شفنا في اكتر من لقطه واكتر من كوره، تمام طبعا السرعه الكونغوليه والمهاره الفرديه صعبه قوي طبعا اللعب بالطريقه الدفاعيه المتقدمه لمنتخب انغولا. تمرير سيبو يروح على النص، ناسيمينتو بستانا عايز يعدي، بيعدي بستانا حلو قوي، عمل الخداع وعدى كده بين مركز واحد واثنين يحرز الهدف بستانا لصالح منتخب انغولا. يحرز الهدف رقم 22 28-22 بستانا، احرز 24 هدف قبل هذا اللقاء في خمس مباريات لعبهم منتخب انغولا. عادي توزولانا تيشيتومبي
ولكن المره دي حارس المرمى كيانج بين يكمل كده ويحط واحده من فوق حارس المرمى لكن خارج المرمى. شال الكره دا سيلفا حارس المرمى الانجولي الاول من تشيتومبي ثم كمل كيانج بيني. ناسيمينتو يعدي في المساحه اللي بين واحد واثنين، يعدي في المساحه اللي موجوده بين مركز واحد واثنين في الدفاع الكونغولي يحرز الهدف. مانويل ناسيمينتو لاعب انتر كلوب الانجولي. ثمانية وعشرين ثلاثة وعشرين فرق خمس اهداف، بدأ الفرق يقل، كان وصل الفرق لسبع اهداف. هل يعود انجولا مرة تانية ويقلل الفارق؟ تمرير موفومبي يطلع من على الدايرة يعمل مساندة للخط الخلفي، يرجع مرة تانية الدفاع الانجولي يقابل موفومبي، بيدور على موفومبي، هم بيدوروا على موفومبي. بقول لحضراتكم الدفاع المتقدم من انجولا فاشل جدا في اللي يعني مش قادر يمنع موفومبي من الاستلام. وادي كرة عند جابريال تيكا، لكن لازم نبدا ندور على حلول في الدفاع، يعني احنا مش قادرين ندافع بالدفاع المتقدم وبيستغلها الخصم. نبدا نلعب مثلا بطريقه 6-0 في الدفاع، نقفل على لاعب الدايره اللي بيعتمد عليه منتخب الكونغو، لكن مش لاقيين له حل حتى الان لعيبه انجولا. موفومبي بيدوروا عليه لعيبه الخط الخلفي. 29 23 نزل على الدايره ياهوزا، دلوقتي دخل مكان موفومبي. مويمبو ياهوزا، دفاع متقدم من انجولا، رميه حره لتوزولانا ياهوزا، موجا ياهوزا لتوزولانا، صانع اللعب مويومبي بيمرر لتوزولانا مره ثانيه، يقرب له تشيتومبي، رميه حره تشيتومبي هيفكر في الحل الفردي والحل الجماعي عشان يخلص، بيمرر ويصوب واحده توزولانا، ولكن حارس المرمى دا سيلفا يتالق ويتصدر كره توزولانا. ناسيمينتو يهدي اللعب منتخب بانجولا، رجع خلاص لعبت الكونغو، عمل ارتداد دفاعي سريع. تمرير عايز يصوب، بيصوب واحده حلوه ولكن حارس المرمى شيمانجا بيتصدى، ودي كره على الدايره حلوه قوي لاسيست من تيشي تومبي لياهوزا. موجا يحرز الهدف، عمله الاسيست كده من نص ملعب منتخب الكونغو. شوف الاعاده، لكن التحرك نموذجي ايضا من لاعب الدايره خلف الدفاعات الانجوليه. 30 23 للكونغو، متفوق على انجولا. مباراه تحديد اصحاب المركز السابع والثامن غدا ان شاء الله، المباراه النهائيه ومباراه تحديد المركزين الثالث والرابع اللي هتكون بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي، ومباراة تحديد المركزين الخامس والثامن واخر بطاقة صعود لبطولة العالم القادمة بين المنتخب الجزائري ومنتخب غينيا. نتمنى التوفيق ان شاء الله لمنتخب الجزائر، عايز يعدي يعمل خداع، اخر الامال غدا لمنتخب الجزائر محاربي الصحراء للحصول على بطاقة الصعود لبطولة العالم امام غينيا. كل قوي جدا بين المنتخبين، منتخب الجزائر ومنتخب غينيا اللي فازوا بالامس على المنتخبين اللي قدام حضراتكم. منتخب غينيا فاز على انجولا في المباريات الترتيبيه، ومنتخب الجزائر فاز على منتخب الكونغو الديمقراطيه برميات السبع امتار في اخر اللقاء. جابريل تيكا عايز يعمل الدوران لكن بيسيب للجناح اليمين اللي راح لعب فيه دلوقتي ناسيمينتو، كان عملوا تبادل مراكز كده في الهجوم، وبعد تبادل المراكز اللي عمله لعيبه انجولا وصل ناسيمينتو لحد الجناح اليمين، يعني راجل ملعب صانع لعب، وصلت له الكوره من جابريل تيكا لاعب الدايره، لكن يتصدى لها حارس المرمى شيمانجا اللي من وجهه نظري حتى الان يعني عامل نسبه تصديات مميزه في اللقاء. لو فاز المنتخب الكونغولي اعتقد هينافس على لقب رجل المباراه. شيمانجا كارل شيمانجا حارس المرمى الكونغولي يشارك النهارده في اللقاء منذ بدايته بدلا من يوردي ياكوبي حارس المرمى الكونغولي اللي شارك بالامس في مباراه الجزائر.
30-23 25 دقيقة لعب مر من زمن وأحداث الشوط الثاني. تمرير تشيتومبي عايز يعدي يسيب عند مويمبو توزولانا تبادل المراكز تشيتومبي زين بيلعب سلبي هيحل ازاي لعيبه الكونغو توزولانا بيصوب واحده حلوه كده بيعمل تيك اوف من خارج منطقه 9 متر لكن بيشيلها حارس المرمى الانجولي سوسا وادي هدف حلو جدا من الجناح او من الباك اليمين وفي ايقاف دقيقتين على المدافع عدى بالمهاره بستانا ادي لينو بستانا بيحرز الهدف في ايقاف دقيقتين لمويمبو المدافع الكونغولي هيلعب بقى المرمى خالي لعيبه الكونغو ويلعبوا مكتملين العدد في الهجوم مظبوط مويمبو هو اللاعب اللي حصل على ايقاف دقيقتين لكن هيلعبوا المرمى خالي من حارس المرمى ويزودوا لاعب في الهجوم بدل اللاعب اللي حصل على ايقاف دقيقتين بيستفادوا طبعا من التعديل القانون قانون الاتحاد الدولي بداية طبعا في بطولة العالم الماضية يقدر اللاعب يلعب زيادة لاعب الفريق يقدر يلعب زيادة لاعب بدون طبعا يرتدي اللاعب تيشيرت حارس المرمى كورنيل اللي ما ظهرش النهارده في لقاء اليوم لكن هو جناح يمين مميز لمنتخب الكونغو بيفقدوا الكورة بقول لحضراتكم المرمى خالي ويحرز الهدف منتخب انجولا عن طريق ناسيمانتو يحرز الهدف ناسيمانتو يقلل الفارق لمنتخب انجولا منتخب الكونغو بقول لحضراتكم بيلعبوا المرمى خالي ودفاعه من نص الملعب على منتخب الكونغو مان تو مان والمرمى خالي توزولانا اللي يحل بالمهاره كيانج بيني توزولانا ولكن مس باص مره ثانيه من لاعيبه منتخب الكونغو والمرمى خالي ويحرز الهدف ويقلل الفارق ناسيمنتو اعتقد في وقت مستقطع فعلا مظبوط بيطلبوا المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطيه توزولانا واحنا في الدقيقه 27 من زمن واحداث الشوط الثاني متفوق في النتيجه 23-26 لكن الفارق بدا يقل وبدا منتخب انجولا يقرب في النتيجه علشان كده بيطلب وقت مستقطع نتابع مع حضراتكم الوقت المستقطع بينتهي الوقت المستقطع اللي طلبه المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطيه توزولانا وصلنا للدقيقه 27 من زمن واحداث الشوط الثاني بيلعبوا المرمى خالي لعيبه الكونغو لكن اكتر من ميس باص ورا بعض كده نجح انجولا في احراز الاهداف رميه حره بيديها حكم اللقاء لكن اتكلم كده لعيبه انجولا مع حكم اللقاء اعتراضات من دكه البدلاء الكونغوليه حصل دفع كده لتشيتومبي بيدور على لاعب الدايره بيمرر لكن بيفقدها ناسيمنتو بداوا يعتمدوا على الدفاع مان تو مان زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره لعيبه انجولا ليه في نقص عددي لمنتخب الكونغو والمرمى خالي نزل حارس المرمى لا نزل المره دي حارس المرمى ثلاث مرات بيفقدوا الكوره في خلال اقل من دقيقتين لعيبه الكونغو الديمقراطيه خلاص اكتمل الصفوف لعيبه الكونغو واصبح دلوقتي حارس المرمى موجود في المرمى كره من الجناح اليمين وفاول عكسي على الهجوم الكونغولي زادت سرعه اللقاء في اخر الدقائق للشوط الثاني منتخب انجولا متاخر باربع اهداف فارق اربع اهداف تمرير
سيبو نزل في مركز صانع اللعب. يعمل تبادل مراكز، راح في الباك الشمال بيصوب بواحده ولكن معاها شيمانجا، وادي عايز يلعب الكوره في المرمى الخالي ولكن مفيش تركيز، تخرج خارج الملعب. رمية مرمى للمنتخب الانجولي اللي بيلعب زيادة لاعب دلوقتي، بيلعبوا بسبع لاعبين في سبع لعيبة في الملعب. سيبو والمرمى خالي، يمرر عند دي سوسا او ده تاتي، نتيجة تاتي. سيبو اللي نزل صنع اللعب وادي بيصوب يحرز الهدف. 30-27 لصالح منتخب انجولا. حاول يقربوا الفارق ولكن خل الوقت المتبقي يسعف منتخب انجولا. وادي ميس باص، المنتخب الكونغولي بيفقدوا الكوره كتير جدا في الدفاع المتقدم. وادي ناسيمينتو رميت سبع امتار، رميت سبع متر لناسيمينتو، وايقاف دقيقتين لشيتومبي. لكن بعد ما بدا يغير طريقه الدفاع المدير الفني لمنتخب انجولا ويلعب دفاع مان تو مان اثناء الايقاف الدقيقتين اللي كان موجود في صفوف منتخب الكونغو ويلعبوا المرمى خالي، مزود لاعب المدير الفني لمنتخب الكونغو في الملعب. فقدوا الكره اكثر من مره، شفنا مع حضراتكم استغلها منتخب انجولا. يصوب ولكن حارس المرمى يشير ويتصدى، والكره مره ثانيه يعمل المتابعه ويحرز الهدف. إليزاندرو غارسيا، مظبوط إليزاندرو غارسيا يحرز الهدف، يقلل الفرق هدفين. خلاص احنا في الثواني الاخيره، هل منتخب انجولا يقدر يعوض الفارق ولا الوقت ما يسعفهوش؟ 30-28 تمرير وميس باص ولكن بتروح لهم بالصدفه، حاول عليها تاتي. نجولو شيتومبي طبعا حصل على ايقاف دقيقتين وخرج، اعتقد صفاره نهايه احداث اللقاء هنشوف. مظبوط صفاره نهايه احداث اللقاء اللي بينتهي بفوز منتخب الكونغو الديمقراطيه على منتخب انجولا بنتيجه 28 او بنتيجه 30-28 لصالح منتخب انجولا.